السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم وينتر في فيديو جديد. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هسيبكم تعيشوا معانا تجربتنا مع وحش الكامب. تجربة وحش الكامب في أنداون مختلفة تماما عن أي لعبة سيرفايف تانية، لأن وحش الكامب في أنداون متكون من 5 ويفات، كل ويف ليها بوس مختلف تماما. أول 3 بوسات بيقدر يحضرهم كل أعضاء الكامب، أما البوس الرابع والخامس مش هيقدر يحضره غير 30 عضو بس، اللي هما الأدمنز بتوع الكامب. قبل ما اسيبكم مع الفيديو، ما تنساش تعمل متابعه ولايك وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. هسيب لكم لينك اكبر سيرفر عربي لانداون على الديسكورد في الديسكريبشن. ما تنسوش تدخلوا معانا سيرفر الديسكورد، لو احتجتوا اي حاجه هتلاقوني متواجد معاكم 24 ساعه. في الفيديوهات الجايه هوضح لكم البجات الخاصه بوحش الكامب. ما تنساش تعمل متابعه. هسيبكم بقى مع الفيديو. تجربة وحش الكامب في لعبة أنداون مختلفة تماما عن أي لعبة سيرفايف احنا لعبناها، انه يقسم لك وحش الكامب ل5 ويفات، اول 3 بوسات بس اعضاء الكامب كلهم يقدروا يدخلوهم، اما البوس الرابع والخامس 30 واحد بس اللي هيقدر يدخلوا، اللي هما الليدر والادمن بتوع الكامب. الفكرة مختلفة تماما وحلوة جدا. البوس بصراحة ما كانش سهل، بالعكس هم كانوا صعبين جدا ومحتاجين أعضاء الكامب كلهم يكونوا متفاعلين معاكوا وفاتحين وقت البوس عشان تقدروا تخلصوهم. التجربة كانت مميزة جدا، بالأخص كمان إن دي لسه النسخة البيتا. من رأيي إن وحش الكامب في لعبة أنداون ياخد تقييم 10/10، من ناحية اختلاف كل بوس عن التاني، والصعوبة بتزيد معاك كل ما بتعدي للبوس اللي بعده. يعني لو الكامب بتاعك أعضائه كلهم مش موجودين وقت البوس كامب، هيبقى صعب عليك انك تخلص ال5 بوسات.
ودي كانت تجربتي المميزة معاكم في وحش الكامب في لعبة أنداون. ما تنساش تعمل متابعة ولايك وتفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.